في تشبيه عجيب في صفحة 333. وش الآية؟ يقول من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده. ما يخي وش يعني؟ من فهم ولا حد. وش يعني؟ طيب وش تفسير الآية؟ وش يعني؟ أنا أسألكم. أنا أسألك ذين أدد الآية؟ من كان يظن القرآن ما أعرفه فسر أن لن ينصره. لا التشبيه هنا عجيب جدا. مر علي عجيب جدا. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. اللي هو أنا اللي أريد أعرف السبب. أيه السبب. إذا عرفت السبب تراك عرفت شيء واجد. وش هو؟ اللي هي الداء سلم. لا الملائكة شيء كذا. لا قريب من السلم. الداء لا سلم. لا يا رسول الشيخ قريب علي. حبل. تشبه حبل. يا سلام عليك. المطر حبل. حبل صح. حبل. طيب يلا فسره. حبل. حبل السبب هو الحبل تفسيره. شوف كيف التشبيه هنا عجيب جدا. يرحم بحبليني. أبا أقول لك وش تفسيرها. يقول الله سبحانه وتعالى اللي عندي شك في أني ماني بناصره ولا عندي قدرة في النصر وش اللي رايحة؟ إذا عندك آخر شيء تريح وشو؟ مد حبل إلى السماء ثم حطه على عنقك ثم اقطعه سو وانتحر بترتاح كيفك. شوف فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. شفت كيف التشبيه؟ ما تتخيل أنه موجود في القرآن. على الطائر البارح الدكتورة